معتصم كل الأسر السودانية في العطلات دائما مش خزان الأولياء. يمكن في جلسات جميلة بتتم هناك. لكن اليومين في طريقة لجبل الأولياء مع الكورونا دي؟ لا يعني احنا معنا نتفاعل. ممكن تجيبه في البيت، انت زايغ الناس البيت صح؟ عشان ما تجيب السفر. ممكن في البيت ممكن يا منى. ها حتسوقينا وين؟ حتفتحي باب وين؟ والله يا اخي حنمشي جبل الأولياء كويس وحنشوف جمال الخزان، ودي حكاية مكان وحلاوة السمك. طيب نمشي مع بعض مشاهدي الأعزاء ونتابع. تغط منطقة جبل أولياء الواقعة جنوب الخرطوم في نوم عميق، ولكنها قطعا ستصحو من نومها مع مدعبة أشعة الشمس لها، والتي تحاول هي الأخرى طرد النعاس من عينيها بإرسال خيوطها الضوئية إشعارا بالشروق. وهنا تبدو السماء صافية عند مدخل خزان جبل أولياء الذي تجول الطيور في فضائه، كما تجول في خواطرنا أسئلة كثيرة، من بينها كيف يمر يومنا هذا في منطقة الجبل؟ ترقد على ضفة النيل مراكب الصيادين في انتظار القادمين باكرا لتنطلق بعدها داخل النيل. يقف هذا الطائر وكأنه يحرس صديقه القادم ليستلم عنه، فالهدوء هو الذي يسيطر على الضفاف، هدوء ربما تعقبه حركة نشطة تملأ المكان ضجيجا وصخب. فمنطقة جبل أولياء تمتاز بطبيعتها الخلابة ومناظرها الجميلة، فهي قبلة للزوار يقضون فيها أوقات إجازاتهم. سوق النساء العاملات يقع بالقرب من مدخل الخزان. تقوم النساء بإعداد الشاي باكرا للصيادين قبل النزول إلى البحر، وينتظمن في مواقع حددت لهن لبيع الطعام والمشرب. أعداد كبيرة من الصيادين يتجاذبون أطراف الحديث مع تناول كوب الشاي الذي عادة ما تطلب معه الزلابية. ويطلق السودانيون على هذه الطريقة في تناول الشاي بفك الريك، فهي عبارة عن وجبة خفيفة عند الصباح. بدأت حركة طفيفة تدب على ضفاف النيل، وهنا أبحرت أولى المراكب التي اصطادتها الكاميرا وهي في طريقها بحثا عن الرزق. ولكن ترى كيف تبدو الحركة عند مدخل الخزان بعد أن أعلنت الشمس إشراقها الكامل؟ على الضفة الأخرى من النيل الأبيض تنتشر قرى قبائل الجموعية التي تعبر من الغرب إلى الشرق للتبضع، فمنطقة جبل أولياء تعتبر أكبر سوق لهم، لذا يزدحم الخزان بالعربات والمارة طوال الوقت. تمتد بحيرة خزان جبل أولياء من جنوب الخزان حتى مدينة كوستي في ولاية النيل الأبيض، ويغدر مخزونها من الأسماك بحوالي 15 ألف طن، المستقل منها حاليا 11.3 ألف طن سنويا. ويعتمد إنتاج الأسماك داخل البحيرة على القطاع الخاص. كما يعتبر خزان جبل أولياء من مصادر الطاقة الكهربائية الهامة في السودان، إذ تبلغ طاقته الإنتاجية 3.4 ميجاوات، وتقوم هذه التوربينات المصفوفة بتوليد الطاقة الكهربائية داخل الخزان، فهو يعمل داخل الشبكة القومية للكهرباء في السودان. وقد استحدثت هذه التوربينات في وقت قريب بعد زيادة أعدادها. وقد صمم خزان جبل أولياء من الحجارة وشيد في العام 1937 ليسد حاجة المياه بجمهورية مصر العربية حينها، ويستفاد من الخزان الآن في رفع مناسيب المياه خلف وأمام الخزان لري مشاريع النيل الأبيض الزراعية ومشاريع الطلمبات شمال الخزان، هذا إضافة لتنظيمه فيضان النيل. وتسع بحيرة الخزان حوالي 3.5 مليار متر مكعب من المياه، وظل يتبع فنيا وإداريا لجمهورية مصر العربية حتى تم تسليمه لجمهورية السودان في فبراير 1977.
ولما كانت بحيرة الخزان واحدة من أكبر مصائد الأسماك في السودان، تشهد المنطقة إقبالا كبيرا لشراء الأسماك بأنواعها المختلفة. فالانتشار الواسع للصيادين داخل الخزان جعل منه السوق الرئيس لبيع الأسماك للمواطنين، وانتعشت المنطقة بذلك وأصبحت مصدر رزق للكثيرين. وهنا لا يبدو الانتظار مملا بعد شراء الأسماك، فعمليات نظافة الأسماك التي يقوم بها الصبية تؤكد لك بأنهم أصحاب مهارات عالية. أما الكبار فهي تبدو مهنتهم الأساسية ويجدونها إجادة كاملة، فمعظم الأسماك التي تخرج من النيل تذهب إلى المطاعم الكبيرة داخل الخرطوم، والبعض الآخر منها يقوم تجار الأسماك بتصديره إلى داخل وخارج السودان.